خرج مؤتمر أطباء المستقبل ابتكارات وآفاق، والذي نظمته جامعة الخليج العربي برعاية الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، بمجموعة من التوصيات الهادفة إلى تطوير مناهج التعليم الطبي. وتضمنت التوصيات الختامية للمؤتمر التأكيد على أن إصلاح المناهج التعليمية لكليات الطب يتطلب تحليلا لتجربة التعلم في كليات الطب، وكذلك تحليلا خارجيا للمنهج، والذي يتضمن زيارة المؤسسات الدولية المتميزة في التعليم الطبي. وتهدف توصيات المؤتمر إلى إحداث تغييرات جذرية في مناهج كليات الطب تراعي تطورات العصر الحديث، وتخرج أطباء أكفاء قادرين على رعاية المرضى وتطوير التدخلات العلاجية المناسبة لكل منهم. وقد شارك في المؤتمر 12 متحدثا دوليا، وبحضور نحو 200 مشارك من دول الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط، وبشراكة استراتيجية مع شركة ليدر هيلث كير.